علم الله من حال الناس أعمارهم قصيرة ومشاغلهم كثيرة، وما يغطي القلب ويدعوه إلى الفتور أكثر، فجعل لهم أمكنة فضلها على غيرها. قد تكون الأفضلية ليست لذاتها، وإنما للذي سيحدث فيها، كما حدث للبيت الحرام. ولذلك عندما ذكر المساجد: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ذكر سبب التفضيل فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. واختار عدة أماكن على الأرض، لم يقتصر على مكان واحد، وإلا لشق ذلك على الناس. فنجد مكانا في الشام وهو المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ونجد مكانا في جبال مكة وهو المسجد الحرام بين الجبال، ونجد مكانا آخر في المدينة وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأن هذه الأماكن لا تكفي في الأفضلية. هل تستطيع البشرية أن تكون في أحد هذه البقاع الثلاث؟ في ذلك والله من المشقة ما فيه. فمن رحمة الله أن جعل أفضل أماكن الأرض هي مساجدها، سبحان الله، كما حذر من الأسواق وما يجري فيها، بل جعل الأرض كلها مسجدا. فتفضيل الأماكن ما يحدث فيها من طاعة، والله ربما هناك أفضلية لم يحدثنا الله عنها. فهناك فرق بين بيت يقوم أهله الليل، وله دوي بداخله كدوي النحل بالقرآن، وله دوي بالذكر، وكأن الحيطان تردد معهم والسقف. لا بد أن هذا المكان له من الأفضلية والقدسية عند الله أكثر من بيت مهجور فيه ذكر الله، مظلم كئيب على أهله، لم يعرف أهله الطمأنينة ولا السكينة ولا راحة البال. لماذا؟ لذهاب الذكر عنه. ثم فضل بعض الأزمنة، كما أن هناك أسواق للدنيا ومواسم للفواكه وللبضائع وللتجارة. لماذا؟ ليغنموا الناس ويستغلوا هذه الأوقات، فتأتي إليهم كمية من الأموال لا حصر لها. تخيل، هل التاجر ينام ليلة العيد؟ لا. أو يقفل متجره قبل العيد بثلاثة أيام؟ لا يمكن، لكن قد يقفله قبلها حتى شهرا. فجعل لنا هذه المواسم ووسعها من فضله، جعل منها شهرا كاملا، حتى من لم يستطع في تلك الشهور أن يتلمس الأوقات الطيبة أو يعمل الطاعات يضاعف له الثواب في هذا الشهر. ثم جعل لنا موسما أسبوعيا وهو الجمعة، خير يوم. ثم جعل لنا موسما سنويا يوما واحدا، خير ما قلت أنا والنبيون في يوم عرفة. ثم جعل لنا عشرات، منها العشر الأول من رمضان وفيها ما فيها من العتق، والعشر الأوسط، ثم العشر الأواخر. ثم جاء بعشر أخرى لم تفضل بالشهر الذي هي فيه، وإن كان شهرا عظيما وهو ذي الحجة، لكنها فضلت لذاتها، وأصبحت كل الأعمال التي تفعل في غير هذه الأيام ولو كان جهادا لا يعدلها. فلنتلمس قضية الأفضلية، كيف تفوز بهذا السبق فتترقى إلى مراتب الجهاد. وما حددت الأعمال إنما فتح فيها الباب، ونجد يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. فهذه نفحات يريد الله أن يرطب بها القلوب، ويريد الله
أن يجر بها الخلق إلى الطاعة جرا بخيط حرير الليل، فيقدمون على الطاعة، وخصوصا عندما يعلمون أن الأجر ليس كبقية الأيام ولا كبقية الأمكنة.